طيب إلى موطأ مالك. مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وهذا حديث دليل يعني على تخصيص عموم قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. قال: ادعوني أستجب لكم، يعني ادعوني بأي دعاء أستجب لكم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لي. فهذا تخصيص بالمفهوم هنا. وقد جاء يعني، وهذا أيضا فيه أن الآية ليست على عمومها، فالداعي إذا عجل قال: دعوت فلم يستجب لي، فلا يستجاب له. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة ومعناها ما فيه يعني غنى عن قول كل قائل، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: فإما أن يعجل له دعوته، وإما أن يؤخرها لكنها مشروطة بأن لا يكون فيها إثم أو قطيعة رحم، وإما أن يؤخرها له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه أو يكف عنه من السوء مثلها. فانظر هنا إلى فائدة الدعاء بأن الله تعالى يستجيب، لا بد يستجيب، كل يعني كل دعاء مستجاب. لكن على التنويع، والمسألة دائرة على ما فيه مصلحة للعبد، أن يكفر عنه أو يؤخر للآخرة أو يعجل له بما قال. وفي دليل على أنه لا بد من الإجابة على أحد هذه الأوجه الثلاثة، فعلى هذا يكون تأويل قول الله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يعني إن شاء يكشف ما دعوتم، وإن شاء يؤخر، وإن شاء يكفر. نعم. وأنه سبحانه وتعالى نعم ما تدع لأحد، أحسن لك، وأنه يشاء وأنه لا مكره له. ويكون قوله جل في علاه: أجيب دعوة الداء إذا دعان، على ظهره وعمومه بأنه يجيب سبحانه جل في علاه. وبما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم: والدعاء خير كله وعبادة وحسن عمل، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. بل لو لم يكن في الدعاء إلا أنه عبادة، بل من أجل العبادات لكفى. وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه كان يقول: ما أخاف أن أحرم الإجابة، ولكني أخاف أن أحرم الدعاء. وهذا الذي قال عمر بن الخطاب، قال: أنا لا أحمل هم الإجابة، واثق، لأن الله تعالى ما من عبد يرفع يده ويرده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله حي ستير، إن الله حي كريم، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. أخذنا حديث يستجاب، حديث مالك: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وقلنا بأنه مخصص ل، فهنا كما قلت الحديث يعني يخصص عموم قول الله تعالى: دعوني أستجب لكم، أي دعاء يستجاب. لكن قد قلت نعم، هي ملتهبة التهاب شديد جوب الأنفية، والدماء لا تتوقف عندي، هي المشكلة. التفصيل رضي الله عنك يا عبد الله، التفصيل في هذا الباب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: فإما أن يعجل له دعوته، وإما أن يؤخرها له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه أو يكف عنه من السوء مثلها. وهذا كما قلنا يؤول أيضا قول تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إن شاء، إن شاء يعجل لكم، إن شاء يجعلها مكفرة، إن شاء يجعلها في الآخرة. وهناك أيضا مخصصات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله دعاء من قلب لاهٍ فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. والحديث هذا أخرجه الترمذي والطبراني والحاكم في المستدرك، والحديث فيه صالح المردي وهو ضعيف. ولذلك الترمذي قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحقيقة أن كل إنسان يدعو لا يستجاب له، لكن هناك قطعيات، فالمظلوم إذا دعا يستجاب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله استجاب، قال وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا قال: اتق دعوة المظلوم وإن كان فاسقا. وفي رواية: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. أيضا قال المصنف: أخبارنا القاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح أن ربيعة بن يزيد حدثهم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو
يستعجل، وهذا أيضا من المخصصات هو الآن، يعني الذي يدعو بإثم لا يستجاب والذي يدعو بقطاعة رحم لا يستجاب. قالوا وما الاستعجال يا رسول الله، أو يستعجل هذه الثالثة، أو وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوتكم، قد دعوتك يا رب فلا أراك تستجيب، أعوذ بالله. وهذا حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وفي الدعاء والبغوي في شرح السنة من طريق عبد الله بن صالح به، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابن حبان والبيهقي من طريق عن معاوية بن صالح به، وهذا أكمل من حديث ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة المذكور في الباب، وقد روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وورد حديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال الدعاء هو مخ العبادة. وروى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يواظب على حزبه من الدعاء كما يواظب على حزبه من القرآن. قال ابن مسعود كل شيء ثمرة، وثمرة صلاة الدعاء. وقال أيضا لا يسمع الله دعاء مسمع لا ولا مراء ولا لاعب، مسمع الذي يسمع، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به سبحانه وجل في علاه. قال عند حق قال في قوله تعالى لقد أجيبت دعوتكما، قال بينهما 40 سنة. قال ابن جرج قال فرعون يعني ملك بعد هذه الآية 40 سنة. المسألة هنا يقول يعني سيستجاب لكن لا تتباطأ ولا تقول يعني دعوت فالمستجاب لي، لا تتعجل، فإن التعجل في ذلك سبب لحرمانك من إجابة الدعاء. وهذه فيها فضل الدعاء، وأن الدعاء من أفضل العبادات، بل هو أفضل العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. والدعاء فيها لما هو العبادة، في أحد يعرف لما الدعاء يعني بالذات قد يعني أخذ هذه المنزلة؟ قال الدعاء هو العبادة، كل العبادة في الدعاء. لما؟ لأن يزل سيدنا مكانة الذل وهي أصل العبادة، ركن العبادة. طيب سيدنا الدعاء دعاءان، دعاء ثناء ودعاء مسألة. يا سلام، ما اليوم للتفصيل؟ أنا الافتقار سيدي أخونا يقول الافتقار. نعم، هو حقيقة الأمر الدعاء والعبادة، لأنه يعني أقول لكم شيء، الدعاء والعبادة لما فيه من الاستكانة والافتقار وإظهار الفقر والفاقة، ولأنه يجمع أنواع التوحيد الثلاثة، وهو سبيل لأصل العبادات. وش هو؟ نعم هو صحيح، شهادة، جزاك الله خير. أنا أرض أيضا وجدت الباشمهندسة أيضا أتت الإجابة نفسها، ففي تحقيق الثلاثة، تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة، ففيه الاستعانة والاستغاثة، فيه الأسماء والصفات التوسل بها، فإذا يكون جمع بأنواع التوحيد الثلاثة، وأيضا فيه الافتقار، وهو سبيل لأصل العبادات. وإيش بقى سبيل أصل العبادات؟ ما هو سبيل أصل العبادات؟ الإخلاص. يا أخونا ما الذي قال إخلاص؟ إذا سيتطلب عليكم أمران، الأمر الأول سبيل لأخص العبادات، والأمر الثاني كيف يكون سبيل الله. نعم، إجابة شهادة إجابة وفية، وإجابة دينا أيضا نفس الأمر. صاحبك أتى بها أستاذ ورزق بها يا صاحب رفيدة. إذا طيب كيف السبيل له؟ شهادة قال إخلاص محبة، وأنا أقصد بذلك المحبة فقط، لكن كيف السبيل له؟ كنت تقول ذلك؟ لا تصدقني؟ أصدقك طبعا، لكن كيف السبيل؟ طيب كيف هو سبيل المحبة؟ الرجاء والخوف سيدنا؟ لا، هذا صعب بقى شوية. كيف يكون الدعاء سبيل المحبة؟ سيدي يقيني بالإجابة يجعلني فهلوة أحبه. فهلوة أخونا يقول عندما يتعلق قلب الداعي بأحد غير الله. لا أخونا أبو عبد الله أحمد القناوي، وأخونا فاضل التعرف على أسماء الله وصفاته. ماشي أخونا البخاري يقول الله يحب عبد اللحوح. إذن هي صعب عليكم، أريد الإحالة فقط، حيلوها أنا تحت أمركم. هات البخاري بس يا أحمد. نحن سيدنا على المصريين أو غير المصريين؟ ها؟ نحن على المصريين أو غير ذلك؟ تريد تحيد على التركي؟ التركي أتى بإجابات سديدة جدا،
واتى باجابه هنا لانه كلما افتقر فاخلص فزاد افتقارا تلذذ بالدعاء والاستكان، وهذا منبع المحبه. لا، ليس منبع المحبه، هذا اثر المحبه يا شهاده، فرق، هذا اثر المحبه. تلذذ في هذا الباب مع الافتقار والاستكان هذا اثر المحبه وليس منبع المحبه. انا ممكن اصلا المح لك يا احمد او 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 ممكن شهاده افهم هذا ان كان يفهمها عربيا يعني. تفضل. من الاسير يا احمد؟ من الأسير؟ نعم. صعبت صعبتها عليك. أقول لك قد تجد إجابة اللاتة مرضى؟ لا لا، قد تجد رجل يحب رجل جدا، وقد يحب ولا أستطيع أن أفسر كيف حبه له، وقد قد لو بحثت تجد أن هذا المحبوب قد غمره بإحسانه، أحسن إليه جدا، والحر أسير الإحسان. يعني الحب ينغرس في القلب بوافر الإحسان، فاهم؟ فلذلك أنت لما تدعو هنا بقى، شوف السبيل كيف يكون. أنت لما تدعو في هذا الباب، لا لا، الدعاء أنس المحبين. طيب، ما احنا قلنا كيف المحبة، كيف كنا يستجاب للإنسان والله تعالى لا يرده صفرا، فكل ما دعا استجاب، هذا يغرس أصل المحبة في القلب. والحر أسير الإحسان، يحب جدا من أحسن إليه. فغرز المحبة بالدعاء في أثره وهو أن يستجاب له. قلتها يا سيدنا، قلت لي لا. أنت قلتها؟ نعم، قلت الإجابة عندما يجاب الله تبارك وتعالى له. أنت قلت هذا؟ لا، قلت من سبيل المحبة بالإجابة؟ قلت ذلك؟ نعم. أنت ما قلت ذلك يا محمود. لا، قلت سيدنا في الاخر لما قلت لي لا 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 لا، وبعدين سبتني وتكلمت مع نفسك يعني همهمه فطلعت هكذا. قلت اذا انا غلط. الله يرضى عنك. فاصل المحبه ثم بعد ذلك الثمره وهو التلذذ، يعني يرجع من الدعاء بامرين، استجابته سبب رئيس في وجود المحبه، التلذذ به سبب رئيس في 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 إيجاد المحبة مع أثرها، التلذذ أثر المحبة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.